السلام عليكم، معكم دكتور عفيفي ابتسام، ميديسان شيروجين دونتيست. رمضان مبارك. الوغ اليوم غادي نطرقوا الموضوع ديال لا كوفيرتور سوسيال. انا شخصيا كطبيبه اسنان، لا بلوبار ديال لي باسيون اللي كيجيو عندنا تيكونوا عندهم لا ميتوال، كيتبعوا واحد لو سويفي عند الطبيب. كنلاحظ ان في لو كوتيديان ديالنا ان الناس اللي ما عندهمش تغطيه صحيه كيجيو في واحد لاج اللي هو 40 عام 50 عام، حتى فريمون السنه ديالهم كتكون نيكروزي، خاصها تحيد. علاش؟ حيت كيفضلوا يمشيو عند صانع اسنان باش تجيهم التكلفه شويه هابطه. دونك هاد لا كوفيرتور سوسيال اللي دار سيدنا الله ينصرو غادي تعاونهم بزاف، لا في لو سويفي ديالهم، لا في الحفاظ على صحه الاسنان ديالهم. دابا يقدروا يجيو واخا ما عندهم والو، يديروا واحد الكشف باش يعرفوا واش الصحه ديال الاسنان ديالهم، واش عندهم شي تسوس صغير قبل ما يفوت الفوتو. ديك الساعه سنه خاصنا اوني اوبليجي دو ليكستري. دكتور سعيد الزراك، رئيس جمعيه اطباء امراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص بالمغرب. دونك بالنسبه للورش ديال اللي تلقى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، هذا ورش كبير وكبير جدا بالنسبه للمغاربه بصفه اجماليه، لا بالنسبه للورش ديال التغطيه الصحيه الشامله في المغرب. ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يكون عنده واحد الصدى جيد ايجابي ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبه للمغاربه كلهم، لان كي تتعلموا الصحه دابا رجعت عندها واحد التكلفه، وتكلفه كبيره. دونك لابد من التغطيه الصحيه، والانسان اللي ما كانش عنده التغطيه الصحيه بعض المرات كيمشي يسلف الفلوس، بعض المرات كيمشي ياخذ ان كريدي، بعض المرات يمشي يدير واحد العمليه ولا يدير واحد شي راديوات كبار ولا يدير شي عمليات اللي كيطلبوا بزاف الامكانيات. كاين عمليه اللي كتحتاج 4 5 مليون، مع الله كنعاون كل واحد، ما كيكونش عنده هذا البلد المسائل كلها واجده. دونك بالنسبه لهذا الورش الملكي هو ورش مهم، والتغطيه الصحيه الشامله لجميع المغاربه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون عندها واحد الايجابيات كبيره على الصحه ديال الانسان، ان الانسان الا ما كانش صحته جيده كيفاش بغيتي يعمل، كيفاش بغيتي يخدم، كيفاش بغيتي تكون عنده واحد سيره حسنه باش يمكن له يمشي للقدام، ويمكن له يمشي لواحد اكثر من هذا، يكون في دماغه يكون جيد باش يمكن له يخدم اذا ما كانش الصحه جيده. دونك بالنسبه للتغطيه الصحيه، لا بالنسبه للزارتيزان ولا بالنسبه لجميع الاطر، هي تكون تغطيه صحيه شامله ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى احنا كاطباء، لان مازال ما عندناش التغطيه الصحيه، حتى احنا كاطباء ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولا المهندسين ولا الجميع، تكون التغطية الصحية الشاملة اللي هي واحد الورش كبير اللي كيتميز بها المغرب على واحد العدد ديال الدول اللي مازال ما عندهاش التغطية الصحية. والله ينصر سيدنا، هذا ورش ملكي صالح وإيجابي وجيد اللي هذه المغاربة كلهم كيفتخروا به، والمغاربة كلهم تكون في الصالح ديالهم وتكون من الإيجابيات ديالهم. لأن أنا كنقول لك الصحة هي أول شيء اللي يمكن يطلب الإنسان، لان واذا سالتم الله فاسالوه العافيه. اذا اللي ما عندوش الصحه واخا يكون عنده المال، واخا يكون عنده الفلوس، واخا يكون عنده هذا، واللي ما يمكنلوش عاوتاني باش يداوى، واخا الانسان مرض ولا هذا ولا هذا، دونك على اي حال اول حاجه اللي يمكن الانسان يخمم فيها، واول حاجه ايجابيه بالنسبه له بالنسبه للعائله ديالو، هي الصحه ديالو. الصحه تكون جيده، والا مرض الانسان خصو يجبر فين يتشافى، ويجبر فين يتعافى، ويجبر المستشفيات، ويجبر المصحات، ويجبر كل شيء فين يمكن يتشافى بواحد التغطيه صحيه. هذا ورش كبير ملكي، الله ينصر سيدنا، والله يحفظ لنا جميعا، والله ينصر المغاربه جميعا، وربي يحفظ سيدنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا. المشروع ديال التغطيه الصحيه تيدخل في نطاق التوجهات التي جاء بها جلاله الملك نصره الله في اطار الخطابات الملكيه. الخطاب الاول الذي تم بتاريخ 29/7/2020، والخطاب الثاني ديال 9 أكتوبر 2020. هذا المشروع تيشكل واحد النمو كبير بالنسبة للمغرب، لأنه الغاية ديالو والهدف من هذا المشروع هو تحسين اللي كنسميو حنا العيش، يعني نمط العيش
ديال البيوت، يعني القدره الشرائيه ديال البيوت، وهذا الشيء كله من اجل تحقيق واحد العداله اجتماعيه. هذا المشروع هذا هو ضخم بالنسبه للمغرب، لان كيتعلق 22 مليون ديال النسامه. يعني هو تعميم تعويضات العائليه 22 مليون ديال النسامه ديال المغاربه كلهم. في المرحله الاولى غادي يكون تعميم بالنسبه للامو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، يعني غادي يكون هذا التعميم مهم في الدرجه الاولى. حنا كنقولوا في لوريزون 2021، في 2021. دونك يعني الصحه، بالنسبه للصحه، الصحه للجميع، هذا هو المراد في هذا العمل، يعني في هذا المشروع اللي هو ضخم بالنسبه للمغرب. واي بلد اللي هو تنمى كان النمو ديالو رهين بهاد التطورات وبهاد التشريع، لان الصحه حنا كنعرفوا بان الصحه عندها اهميه كبيره في النمو الاجتماعي، ومن اجل دخول في واحد التطور اللي هو مشروع دولي، مشروع اللي كينمي العائلات، كينمي الظروف الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه. يعني هذا مشروع اللي هو اجمالي، فيه واحد العمل اللي هو كبير، واللي غادي باذن الله يكون المغرب واحد النمو اللي هو غادي يعطينا للمغرب واحد النمو اللي هو كبير. وباذن الله احنا كمجتمع مدني كنحييو هذا العمل، وتنشكروا جلاله الملك على هذا العمل اللي هو بالنسبه لنا شي حاجه كبيره بالنسبه للوطن ديالنا. اولا كنشكر لك الاستضافه. التعميم ديال الحمايه الاجتماعيه بالمغرب هو ثوره لفائده الملايين ديال المواطنين، وخطوه لدعم الاقتصاد، والتوجه ديال جلاله الملك الله ينصرو جاء على هذا الاساس. هذا يعني في كل الخطابات ديالو الله ينصرو، يعني كيلح على الحمايه الاجتماعيه ديال المواطنين، والخطوه نحن نباركها، والخطوه يجب يعني التتبع ديالها من طرف العموم ديال الناس. يعني راه يعني ما غاديش يكون يعني التنزيل ديالها بالسهل الا ما كانش واحد الجهود يعني من طرف عموم المواطنين. وكما سبق لي قلت بان الخطوه من الهدف ديالها هو واحد الحمايه الاجتماعيه، من الشان ديالها امتصاص ديال واحد المقاومه ديال التحديات والازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والصحيه. دونك المشروع هو في حد ذاته تعميم الحمايه الاجتماعيه، ستكون له اثار اقتصاديه واجتماعيه على البلاد ككل، ونعتبره ثوره اجتماعيه. مشروع الحماية الاجتماعية فهو مشروع مجتمعي مهيك لإخراج المغاربة وعموم الأجراء من الهشاشة والفقر. فبالطبع قلما رأينا في بلدان مثل هذا المشروع، فهو مشروع يضمن التقاعد لكل المغاربة، مشروع يضمن الحماية الصحية وما أحوج المغرب بها في هذه الظرفية الوبائية العصيبة، مشروع يسن تعويضات عائلية لعموم المواطنين، ثم اللي كذلك يهم في هذا المشروع وهو سن تغطية أو سن فقدان عن تعويض عن فقدان الشغل للأجراء، سواء في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل، من أجل الاستفادة، الذين فقدوا عملهم من أجل الاستفادة
من تعويض عن فقدان الشغل. فهذا المشروع فهو من صنع صاحب الجلالة ومن ابتكار صاحب الجلالة نصره الله، وتم سن قانون إطار يحدد المعالم الكبرى لهذه الحماية الاجتماعية في أفق 2026. وبالطبع مجموعة المحاور ستعرف التطبيق ابتداء من التغطية الصحية ابتداء من سنة 2021-2022 لتعم 22 مليون من المغاربة. فالاتحاد المغربي للشغل من خلال الفريق ديالو بمجلس المستشارين صوت بنعم لصالح هذا المشروع، ثم سنساهم في تنزيله سواء على صعيد الحوار الاجتماعي مع الحكومة لإغناء كل النصوص التشريعية، أو من خلال الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل في المناقشة ديال النصوص والقوانين التطبيقية. فهو مشروع يعتبر بثورة ملكية في الميدان الاجتماعي، ونسجل بارتياح في الاتحاد المغربي للشغل هذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية. السلام عليكم. وتلقينا هذا الخبر بواحد الفرحة كبيرة، لأن الورش هذا زعما كنا كننتظروه، وكان متوقع حقيقة المجهودات اللي كيدير السلطان الله ينصرو في هذا الميدان ديال التغطية الصحية، وغتشمل زعما غتشمل جميع القطاعات الخاصة والصغار، ومنها التجار الصغار وقطاعات الأعمال الحرف الخاصين كمحامون أطباء شيء زعما اللي مختصين. هذا الشيء كيفرح بزاف، لأن كنا عايشين في واحد القلق، لأن ما كانش التغطية، كنا زعما مقلقين أن كنقولوا لو وقعت شي حاجة الله يحفظ العائلة كلها تضيع، ما كاينش اللي يتكلف وكل شيء اكسترا. دونك هذه واحد المزيات جديدة، واحد غيخلي واحد الراحة ديال البال، واحد زعما الحمد لله الاستفادة غتكون عامة، لأن نعرف أنا المريض اللي جا معايا كيهضر معايا حتى هو إلا عنده المصاريف ديالو غادي ترجع ليه. هادشي كله زعما الحمد لله الحمد لله على المجهود اللي درنا السلطان جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. أخصائي في العلاج الأشعة والمواد الكيماوية، لا يخفى على أحد أنه من 56 إلى 57 كانت تعرضية تاع الموظفين اللي كدير واحد التغطية صحية ولكن محدودة في الموظفين تاع القطاع العام. هاد التعرضية كانت كتقوم هاد الشغل فيها 9 تعرضيات ما بين التعليم، ما بين القوات المسلحة الملكية، ما بين الموظفين ديال البريد وإلى آخره. وقامت واحد العمل دابس عليه إلى مبكتهم به إلى يومنا هذا. في 2006 بدأت التغطية الصحية ضمن لاسيرونس مالادي اوبليغاتوار، التغطية الصحية مع الضمان الاجتماعي اللي استفدوا منها عدد كبير من العمال وتاع القطاع الخاص. في 2006 شفنا واحد التحول كبير في التغطية الصحية، لأنه كتحمل 70% من مصاريف الأدوية العادية، وكذلك 90% في حالة مرض مزمن. وهذا الشيء نمشي إلى يومنا هذا، وفيما يخص الأمراض المزمنة وخاصة السرطان كنشوف أن الأمور كتمشى عادية، 90% ديال التغطية في القطاع الخاص و100% في المستشفيات العمومية. اليوم بفضل هذا القرار تاريخي لجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، غادي تكون تغطية عامة لجميع المغاربة اللي غادي يدخلوا فيها مستخدمين في القطاع الخاص، الفلاحين وجميع
شرائح المجتمع، وكذلك غادي يكونوا مسائل اخرى اللي غادي تساعد العائلات، تعويضات العائلات، تعويضات الاطفال، وتعويضات كذلك على الناس اللي كيفقدوا الشغل ديالهم واحد المده. وهذه القوانين هي كتسوق والبرلمان راه غادي يسوق على ان شاء الله. هذه التغطيه غادي تعطي واحد المنتج جديد للطب في البلاد، وحمايه المواطن من الامراض الحاده، من الامراض المزمنه كالسكري كقصر الكلي كالروماتيزم وكالسرطان والامراض الاخرى المزمنه معروفه. العمليات الجراحيه كذلك غادي تكون التغطيه ديالها بحيث انه غادي ما يبقاش داك الاكتظاظ في المستشفيات، وغادي ان شاء الله في المستقبل القريب كنطلبوا وكنتمناو باش يكون واحد البارتناريا ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، هكا المريض غادي يتعالج في الوقت المناسب وما يبقاش داك التعطال اللي كيكون باش ياخد النوبه ديالو في المستشفى ويساعد باش يدير سكانير باش يدير عمليه جراحيه. هذا هو المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنسق العام لجهة دار بيضاسطات، اليوم تنتكلموا على التوجيهات الملكية والتعليمات الملكية اللي عطانا سيدنا نصره الله وإيده على التغطية الصحية. على الخطاب الأول ديال 2020 شهر 27، والخطاب الثاني صدر في 29 أكتوبر 2021 على التعليمات الملكية على التغطية الصحية، لأنه في هذه التعليمات اللي أعطى سيدنا نصره الله على جميع المغاربة كبيرا وصغيرا في التغطية الصحية، بأنه في الحظر الصحي بان عدد الناس اللي كانوا تيخصو يستافدوا خصو هذا خصو هذا، جينا نشوفوا الضمان الاجتماعي لقينا يلاه 4 مليون اللي داخله اللي مسجله. والان راه سيدنا عطى تعليمات وعطى نموذج العيش جميع المغاربه باش تكون هذا النموذج العيش الانسان عامل او ماشي عامل، خدام او ماشي خدام. هذه التغطيه الصحيه، هذه التعليمات الملكيه، وعلى الخطاب الملكي اللي كان الملك محمد السادس نصره الله، وهو من السباقين في هذه التعليمات في الدول الافريقيه. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.